من السياحة الدينية إلى الاستجمامية، هكذا بدأ صيف الجزائريين الذي يبدو أنه سيكون حافلاً بالوجهات خصوصاً منها الخارجية، لكن وفي العشر الأواخر من شهر رمضان يفضل آلاف الجزائريين التوجه إلى العمرة. الوجهات اللي يفضلوها الجزائريين في رمضان، أنا نظن أن في وجهتين، المنزل وقلة قليلة جدا يفضلوا السياحة الدينية، أقصد بهذا العمرة في العشر الأواخر. تونس ستكون الوجهة السياحية الأولى بامتياز للعائلات الجزائرية نظرا للعديد من العوامل والامتيازات، إضافة إلى تركيا التي تواصل في إغراء الجزائريين. تونس لما تقدمه من منتوج سياحي متعدد ساحلي وكذلك مغري أو ملائم للقدرة الشرائية تاع الجزائري المتوسط، لأن الجزائري المتوسط لأنه في الأخير وفي الأول الجزائري يبحث عن ثمن ولا يبحث عن وجهة. تركيا يعني منذ 3 أو 4 سنوات تأخذ نصيب الأسد يعني فيما يخص الوجهات اللي يقصدها الجزائريين. أضف إلى ذلك المغرب، مصر. الوجهة الداخلية تبقى رغم محاولة تنمية الشريط الساحلي ضعيفة وبعيدة عن كل التطلعات بسبب ما يراه متتبعون ضعف العرض. أسعار تبقى غالية في الجزائر لأن العرض قليل وقليل جدا بالنسبة للطالب. ما يديروا حتى مجهود في الخدمات، في الاستقبال، في وجبة الفطور وهذا، وهذا هو الشيء اللي خلى الجزائريين ومن حقهم باش يروحوا البلدان المجاورة وبلدان واحدة أخرى. وبنفس الثمن اللي تعقبي به أسبوع هنا تنجم تعقبي به 10 أيام في بلد ثاني. مع بداية كل عطلة صيفية نفس الأسطوانة تكرر. ضعف المرافق السياحية الوطنية يرهن تنمية قطاع يعد بديلاً عن اقتصاد الريع.